نبدأ لكم الشمس العشية. اجي واش عمرك فكرتيش نهار تجرب الشخص اللي كتربطك معاه شي علاقة؟ انت اللي شكيتي في العلاقة ديالك او المصداقية ديال الصديق او الصديقة ديالك، باغي تعرف واش معقول ويصلح ليك ولا لا، وباغي تعرف مكانتك عندو. ما عليك غير تتصل مع مول باريزي في برنامج الشمس العشية. شمس العشية مع مول باريزي بيك ولا بيا، يطلعوا في العمارية نبدأ لكم شمس العشية. اجي واش عمرك فكرتيش نهار تجرب الشخص اللي كتربطك معاه شي علاقة؟ انت اللي شكيتي في العلاقة ديالك او المصداقية ديال الصديق او الصديقة ديالك، باغي تعرف واش معقول ويصلح ليك ولا لا، وباغي تعرف مكانتك عندو. ما عليك غير تتصل مع مول باريزي في برنامج الشمس العشية. شمس العشية مع مول باريزي بيك ولا بيا، يطلع في العمارية نبدأ لكم شمس العشية. اجي واش عمرك فكرتيش نهار تجرب الشخص اللي كتربطك معاه شي علاقة؟ انت اللي شكيتي في العلاقة ديالك او المصداقية ديال الصديق او الصديقة ديالك، باغي تعرف واش معقول ويصلح ليك ولا لا، وباغي تعرف مكانتك عندو. ما عليك غير تتصل مع مول باريزي في برنامج الشمس العشية. شمس العشية مع مول باريزي بيك ولا بيا، يطلع في العمارية نبدأ لكم شمس العشية. السلام عليكم اخواني اخواتي، مرحبا بكم في هذا اللايف. هذا اللايف اليوم غادي يكون ان بو سبيسيال لايف، يعني ديال شمس العشيه. توصلنا بزاف ديال الشكايات، واحد الشخص المدعى الاسم ديالو بون حنا ما غاديش نشهروه، اللي هو الدون صلاح. هاد الدون صلاح اللي داير واحد البلباله ديال الاجرام في انستغرام، يعني داير الاجرام في انستغرام، هو يعني ديال الارهاب. حنا اليوم غادي يعني خدينا قرار انني هذه 4 ايام وانا تنشتغل، وتوصلت بعض المعلومات، يعني المعلومات اللي هي عندي نشوفوا الا قدرت. فوالا معلومات ديال الام ديال الدون صلاح اللي غادي نتصلوا بها دابا على المباشر. يلا الاخوان كلشي بارطاجي اللايف. اليوم غادي نتصلوا بالام ديال الدون صلاح، اول مكالمه. نتمنى ان البارتاج يتصل، البارتاج كل شيء يوصل، ونتصلوا بالام ديال الدون صلاح. يلا اخوان بارطاجونا اللايف، بارطاجونا اللايف، ونتصلوا بالام ديال الدون صلاح على المباشر. الله تجاوبنا، الله تجاوبنا. الو السلام عليكم. اهلا وسهلا. لا لا السلام عليكم، مرحبا. وعليكم السلام. مرحبا لالا، مرحبا بك. مرحبا وسهلا. هلا منو؟ معك اذاعه الشمس. لالا معك الاذاعه. مرحبا. اذاعه الشمس. مرحبا. اذاعه الشمس، احنا في فرنسا، نحن نتواجد في فرنسا. مرحبا. وي الله يخليك، بغينا نعطيوك واحد الاسئله، ولا من الفضلك انك الى جاوبتي عليهم غادي تربحي معنا قسيمه سفر، يعني السعوديه ولا دبي ان شاء الله. يعني هذه الاذاعه ان شاء الله. ان شاء الله. انت حاليا فين متواجده؟ حاليا فين ساكنه؟ انا ساكنه في العيون. ساكنه في العيون. اوكي. واش عندك اطفال؟ عندك اولاد؟ عندي تبارك الله ما شاء الله رجاله ما هم اطفال. اي شحال عندك، ما شحال من عندك من ولد؟ شحال من عندك من ولد؟ عندي 2 تبارك الله ما شاء الله يطول عمرهم. اي يعني عندك 2 اولاد اطفال؟ رجاله يا ابوي ما هم اطفال. الصوت ما عنديش صوت كيتسمع. عندك 2 اطفال، وين يتواجد؟ عندي عندهم رجاله ما هم اطفال.
داكور. واش عندك واحد الابن في يعني في المغرب؟ ابناء اللي كلهم في المغرب ولا خارجين على البلاد يعني؟ عندي واحد هو تبارك الله وثاني في لا في اسبانيا. ايه واللي في اسبانيا كي الاسم ديالو اللي في اسبانيا؟ ديالو صلاح. 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 وهذا الابن صلاح يعني هذا الابن صلاح كيفاش يتعامل معاك يعني كيفاش يتعامل معاك؟ تبارك الله ما شاء الله يربي خير كبير. تعاملوا بعد زين معايا انا يفكوني يطول عمره. يعني شحال هو غايب عليك؟ شحال هو غايب عليك هذا الابن صلاح؟ هو عادل شي ابويا شحال؟ عادل ربع سنين خمس سنين؟ هو لا خمس سنين. والحاله الصحيه ديالك مهمتي الحاله الصحيه ديالك يعني كيفاش انت عامله في الصحه ديالك؟ تاو شنو نقول الحمد لله مولانا انا بعد 30 نتفكر في ذاك لعب الدم يا غير بعد الله الحمد لله ما شاء الله الحمد لله مولانا. وهذا ال بعد في الاخبار ديالك باللي هذا الابن عنده مشاكل في اسبانيا بيعمل مشاكل. مشاكل اشحال يعني ما توصل من ذاك ما توصلتي بمعلومات باللي الابن ديالك بيعمل مشاكل ويسب بناس الناس ويشتم بنات الناس؟ يا وليدي هاي المشاكل نعرف وعارف بيه وقد جاوني ناس بالدار وشبروا مني وجاوني قصيرات وجاوني عائلات يا غير يا ولد عمي الزين حتى وراجل تبارك الله فين قلت يعني جاوك شي اي قلت له يا وليدي لا لا تتعدل رانا راهم دوليات تبارك الله وخليهم عنا القصيرات في دورهم بس بيهم يا غير يا وليدي ما يسمعش مين عبد انا يا ابويا مريضه بالسكر مريضه 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 بالزكام بسم الله دخل مشاكل امي هو اللي راح معنا ام الام ديال الدون صلاح على المباشر اخوتي الام ديال الدون صلاح هي معنا على المباشر ها هي الام ديال الدون صلاح ها هي على المباشر مع برنامج عمو البارزي الاخت من يعني هذا الابن ديالك الناس تشكاو جاو عندك شكون جيران جاو ناس يا بويا كافي المشكل مع خوه الكبير المشكل مع خوه الكبير راهو محكوم بالشرعي الناس محكوم يعني في السجن عنده خوه في السجن حاج محكوم بالشرعي الناس يا بويا وراني كافي من دير مشاكل بزاف ديال الناس هون ويخف راحو عنده خوه راحو بكي ودا انت من جلسري ودا تتعدى لها كامل ودا تتكلم يا غير شلين عدى لي ودي شلين عدى لي ودي هي يكفي شلين عدى عنده اوكي عنده خو محكوم بعشر سنين وشكون قدروا نعرفوا السبب علاش محكوم بعشر سنين السجن لا هو شلين نقول لك يا ولي عم هو قال عنه يشابر يشابر بولي بالجراف وذا كامل يا هذا شي ما هو شريته وانا بعد ما هو شريته يا ولي ما هو في ريتوان ولا نعال مبيت دا مقبوض مشيت من راو دا تعدت أولي راو دا تعدت أولي أشار عين من يريد عني وشنو النصيحة اللي تعطيها الابن ديالك صلاح أنا ندور نقول له يا وليدي دا كافيك من دي المشاكل وكافيك من دا كامل وانا ماني قادة على الصداع ماني قادة على المشاكل دا يطول عمرك يا وليدي اسمع الصلاح اسمع الصلاح دا يا وليد عمي لا يا وليدي دا يهديك مولانا يهديك مولانا يهديك ومولانا يهديك سمعوا هذوك الاولاد لا نقول القصيده كاملهم يسمعوا سمعوا الابناء اللي كيتبعوا صلاح سمعوا راهو لا يشير سمعوا هذوك الاولاد الفراعنه سمعوا راهو لا يشير من داري يشير وما هذا قاعد يعدل ما كان يعدلوها كان سري انا بعد ما كان يعدل بس يعني. يا قبيل هذا الله لا اله الا الله هذا بيدي مال اخوتي شكرا الله يرحم لك الوالدين والله يشافيك ونطلبوا له الهدايه هذا الابن هذا امين يا مولانا ادعوا بالهدايه ادعوا بالهدايه وادعوا الثاني بس مولانا سراحه هو يصلي ولا ما يصليش هو بعد؟ هو تبارك الله ما يفوت فرض ما بعد مين كان هون عندي انا ما يفوت فرض ده بالداري
يعني دابا 5 سنين هذه ما شفتيش ويتكلم معاك في التليفون. الو، هو بيتصل بك في التليفون. المهم قطع خوتي لا كونيكسيون، قطع التوليس في الكونيكسيون. خوتي شي ديزولي، اللايف غادي يبقى مسجل، ونتمنوا ان هذا اللايف هذوك الناس اللي متبعين الدون صلاح، هي الام ديالو كانت معنا في اللايف، بارطاجيو هذا الفيديو غيبقى مسجل، بارطاجيوه اكبر باش يتعاود. مو مريضه بالسكر، راه خرج على مو مرض مو، يعني مريضه يعني في الفراش. وهذاك الشيء اللي تديروه راه ماشي معقول. فكروا في الامهات ديالكم، فكروا في خوتكم، حشومه عليكم، الله يخليكم. راه عندي النمره ديال الام ديالو، وعندي النمره ديال خالو وديال خالته، يعني راه غادي نتصل بهم، غادي نقطع اللايف، نحبس اللايف ونعاودوا اللايف باش ندخل اليوتيوب، وان شاء الله ونتصلوا بالخال ديالو ولا عمته. صافي، يلا نقطع اللايف خوتي ونعاودوا اللايف. ميرسي بوكو، كنتم مع بث مباشر مع الام ديال دون صلاح على المباشر من مدينه العيون، يعني مدينه العيون. اوكي، تحياتي لكم اخوتي، ما تقطعوش بعد قليل نعاودوا اللايف.